وللحديث عن الاتهامات الموجهة لحكومة السودان والرفض الشعبي أيضا لها، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث والسياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بك معنا دكتور هلال. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله دكتور هلال. يعني لماذا يرفض رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الاعتراف بأن تشكيلته الحكومية تتبع للأحزاب وأن بعض وزرائه مرتبطون فعليا بميليشيات مدرجة على قوائم الإرهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكفى والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى وبعد. حقيقة الأمر في العراق واضح جدا أنه هذا القدر الفاسد لن ينتج ما ينفع الناس. المحتل عندما أتى إلى العراق أتى بهذا القدر الفاسد ووضعه على صدر العراقيين وشكل فيه كل هذه الأحزاب والمسميات ومن شاء أن يدخل ومن هذه الطبخة الفاسدة على العراقيين. والرأي حقيقة الشارع العراقي واضح جدا بأنه لن يقبل لا الشاع السوداني ولا غيره أن يغير شيء أو يعترف بفساد أنفسهم، لأن هذه هي كتلة فاسدة. وهذا الحكومة أسوأ من اللي سابقاتها لعدة أسباب. أولا لأنها الكتلة لأنها حكومة شكلت بأمر إيراني 100%، واستبعد منها حتى من يريد أن يعترض أو يقول قولا بسيطا. والأحداث اللي سبقت تشكيل الحكومة واضحة جدا، تشكيلة الاختيار الوزراء الذين عليهم ملفات فساد زاد على 10 أو 12 مسمى عليهم قضايا موثقة وأخرجوا من مناصبهم وأعيدوا الآن في مناصبهم. فتخيل كيف تكون طبخة أو تشكيلة حكومية من الأحزاب الفاسدة ومن الشخصيات التي عليها مؤشرات كثيرة. كل هذه الأمور تشير إلى أنه التصميم الذي صمم للعراق أن يكون في هذه المراحل هو أن يبقى مرحلة التدمير والنهب والسلب، لأن حكومة ميليشيات وحكومة مافيات مسلحة لا هيبة للدولة. لا يوجد هيبة للدولة عندما تكون هناك جهات أعلى من السلطة التشريعية أو السلطة القانونية وحتى السلطة القضائية. يعني عندما يكون لا قضاء ولا توجد جهات أمنية تستطيع أن تسيطر على الوضع، يأتي قادة أحد الميليشيات يعمل ما يشاء، ومن ثم يشر السلاح ويستعرض في وسط بغداد ووسط أي مدينة عراقية ويقتل من يشاء ويخطف من يشاء ولا يوجد من يحاسبه. هذه ليست دولة. هو هذا الذي يأتي إلى هذا المنصب من رحم هذه الطغمة الفاسدة لا يمكن أن يكون صالح. طيب في هذا رأي المواطن العراقي واضح ولن نزيد عليه شيء. طيب في هذا الإطار دكتور هلال، يعني كيف تقرأ هذا التناقض الأمريكي بدعم حكومة السوداني والزيارات أيضا التي تقوم بها السفيرة الأمريكية في بغداد له، رغم العقوبات المفروضة على الميليشيات التي يرتبط بها وزراؤه؟ لأنه هذه الحكومة هي هذه التشكيلة تشكيلة أمريكية. من أتى بهم؟ هذا السؤال الذي يجب أن يسأل كل عراقي. لا يسمع المواطن العراقي هذا معارض وهذا ما أعرف إيش وهذا موالي لإيران، معناته ضد أمريكا. أمريكا وإيران سلاحهم واحد في العراق، وهو تدمير الشعب العراقي وتدمير العراق. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن حكومة الفساد التي أسست فيها، لأنها كلفتها بمهام وهذه المهام تقوم بها على الوجه الأكمل. لماذا لم تدعمها؟ ونحن نعرف أن من 2003 ولحد الآن هي تدعم الفساد وتدعم الميليشيات وتدعم كل أحزاب الفساد وشخصيات الفساد ولم تقدم شيئا. إذا الولايات المتحدة الأمريكية هي المجرم الرئيسي في احتلال العراق وتدميرها، فلماذا تغير الوجوه التي أتت بها؟ من غير المنطق. أيضا يعني إلى أي مدى ستمنح لربما الأحزاب الموالية لإيران السوداني حرية الحركة واتخاذ القرارات، لا سيما فيما يخص الميليشيات وسلاحها ونفوذها أيضا على الجيش والشرطة؟ هو كل الذي جرى خلال الفترة اللي سبقت مرحلة تشكيل الحكومة هو لمصلحة إيران، وإيران دارت العملية بنجاح وأتت من تريد بهم إلى سدة الحكم، رضى من رضى وأبى من أبى وقررتهم فرضا. فبالتالي عندما تكون التشكيله بهذه الطريقه فاذا هي الاحزاب المواليه لايران هي التي تمسك بزمام الامور بشكل واضح. بالعوده الى الدور الامريكي في العراق، هل تتوقع ان تلجا واشنطن للتضييق على حكومه السودان وعدم منحها لربما الامتيازات التي منحت لمن سبقه والمتعلقه بالعقوبات الامريكيه على ايران واستيراد الغاز؟
الولايات المتحدة الأمريكية وحكوماتها وحكوماتها المتعاقبة أثبتت بأنها تلتزم سياسة واحدة وهي دعم هذه الضغمة الفاسدة في العراق لأنها تحقق مصالحها أولا في المنطقة. وهذا النشاط الإعلامي المعادي والمأبريشار كله يدور في نفس البلد، ما تغير شيء أيضا الرفض الشعبي لحكومة السوداني، هل تتوقع أن يتصاعد لتظاهرات لربما أكثر حدة على غرار ما يجري من تظاهرات في إيران أم ماذا؟ أعتقد أنه المسألة تتعلق بإيران، فإذا تم قضاء على النظام الفاسد في إيران سوف تنهار هذه العملية السياسية ببساطة، لأنها هي مرتبطة ارتباطا مباشرا بالنظام الإيراني ومآلاته. القضية الشعب العراقي رافض العملية السياسية ولم يشارك فيها ورفض الانتخابات البرلمانية المسمى البرلمانية وما إلى ذلك، وبالتالي كل هذه الأمور هي حقيقة مؤشر أنه يجب أن تكون هناك ثورة شعبية لإزالة هذا. أما المظاهرات التي لم تجدي نفعا هذا الكلام كله تم السيطرة عليها من قبل إيران وميليشيات إيران. إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك.